كل سنة وانتم طيبين. هنبتدي بحاجة اسمها إيميونولوجي. إيميونولوجي يعني علم المناعة، علم المناعة. اللي هيذاكر حتة بحتة ويسأل هياخد فول مارك، هياخد إيه بلس. اللي هيكومه في بعض انتهينا، أو اللي مش هيسمعه. عشان نعرف الإيميونولوجي لازم نعرف أساسياته. أساسياته أول حاجة، حاجة اسمها أنتيجين، وتملي أكتبه كده AG، يبقى ده الأنتيجين. ما هو الأنتيجين؟ الأنتيجين ده عبارة عن مادة أو شيء غريب بيخش جسم الإنسان، شيء غريب بيخش جوه جسم الإنسان. جسم الإنسان بيتعرف على إن ده غريب إزاي، والكلام ده هنقوله. ده غريب يقوم يتعامل معاه. يتعامل معاه ازاي بقى؟ يبقى دلوقتي الانتيجين دي ماده غريبه غير مرغوب فيها، ممكن تعمل مرض زي البكتيريا والفيروس والفنجس، فنجس على الفطريات. اول ما يخش جوه الجسم، الجسم يتعرف عليه ويروح عامل ايه؟ يعمل حاجه اسمها اميون ريسبونس. اميون ريسبونس، الاميون ريسبونس او الاستجابه المناعيه دي، اما ان تكون عن طريق انتي بودي وسميها هيومورال اميون ريسبونس، او عن طريق نوع من انواع الخلايا سبيشال سيلز. هذه السبيشال سيلز نسميها سيل ميدييتد اميون ريسبونس. يبقى اذا دلوقتي لحسب الكلمه اللي انتوا شفتوها دي، ان لما الانتيجين يخش اللي هي الماده الغريبه، الجسم بيعمل اميون ريسبونس. الاميون ريسبونس دي يا اما هيومورال، هيومورال يعني انتي بودي، او سيل ميدييتد يعني سيلولار اميون ريسبونس. مفهوم ولا مش مفهوم؟ واضح؟ طيب، عشان المادة دي الجسم بتاعي يعرف انها انتيجين، لازم يتوفر فيها شروط. الشرط الاول انها تكون لارج موليكولار ويت، حاجة كبيرة، ما هيش حاجة صغيرة، لارج موليكولار ويت. وانتوا عارفين ان اللارج موليكولار ويت ده بروتين، يوجوالي بروتين. يعني في حاجات لارج موليكولار ويت، بس مينلي اساسا البروتين. الحته دي هتخليكم تفهموا حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ انا جسمي كله بروتين، خلاص، لكن كل واحد منكم البروتين بتاعه مختلف عن البروتين بتاعي. اذا لو خدت حته من الكبد بتاعي وحقنتها في واحد فيكم، هيبقى البروتين غريب ولا لا؟ هيبقى غريب. يقوم الجسم يعمل اميون ريسبونس ضد الليفر بتاعي، لان ده مش بتاعه هو. انما لو خدت حته من الليفر بتاعي وحقنتها فيا تاني، ذير از نو اميون ريسبونس، لان ده البروتين بتاعي. يبقى اذا الحاجه الثالثه ان يكون الانتيجين فورين، فورين ليا، بروتين مش بتاعي، بكتيريا ده مش بتاعتي، فيروس ده مش بتاعي، فنجس ده مش بتاعي، سيرتن دراجز ده مش بتوعي. تمام؟ اذا لازم يتوفر في الانتيجين ان يكون لارج موليكولار ويت يوجوالي بروتين، ولازم يكون فورن. ما لو مش فورن مش هينفع، مش هيبقى انتيجين خالص، لازم يكون فورن. لما الكلى واديها لواحد تاني ممكن تطرد الكلى دي، انما عشان ما تطردش هنبقى نحكي عليها ايه اللي بنعمله. انما دي فورم، لو اديت حته كبد من بتاعي لواحد تاني يزرعه ممكن يطرد. ازاي ما خلوش يطرد؟ ده كلام بقى ايه سابق الاول. انا بكرر وازيد لان الكلام ده اهم حاجه في الدنيا. يعني ايه انتيجين؟ يعني ماده غريبه لو دخلت جوه الجسم، يوجوالي بروتين، تعمل اميون اهو ريسبونس، تعمل استجابه مناعيه. ليه؟ عشان نتخلص منها، ما هو لازم الجسم يتخلص منها. تمام؟
الاستجابه المناعيه يا اما عن طريق اجسام مضاده انتي بوديز، يا اما عن طريق سبيشال سيلز. لو عن طريق انتي بوديز نسميها هيومورال اميون ريسبونس، لو عن طريق سيل المسيح سيل ميديتد اميون ريسبونس. مفهوم؟ طيب في عوامل ثانيه قالوا طريقه الروت اوف ادمنستريشن، يعني لو الماده الغريبه دي دخلت في جسمي انترافينوس، دخلت انترافينوس في الوريد هتمشي في الدم وتروح للكلى، الكلى هتطردها، يبقى مفيش داعي بقى للميون ريسبونس لما هي اتطردت. طيب الفورين بودي ده او الالجين دخل في الدم، مشي في الدم وراح للليفر، الليفر بيعمل ديتوكسيكيشن للحاجات الغريبه ويطردها مع العصاره الصفراويه اللي اسمها البايل في الانتستين وتنزل مع الشتول مع البراز. اذا الطريقه ما تنفعش ان تعمل اميون ريسبونس لو استخدمتها عن طريق الانترافينس، انا على طول هتروح. وانا غرض ان ايه؟ ربنا قال لي لازم تتخلص منه، تخلصت منه بطريقه غير الكعبله دي شكرا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ تمام؟ امال عشان بقى يبقى الاميون ريسبونس يحصل ايه؟ يتحقن يا سب كوتينيوس يا انتراماسكولار يا ايه؟ يا سب ديرمال، تحت الجلد او في الجلد او في العضلات. يبقى ده كده هو ده الانش. طب الاميون ريسبونس دي سواء انتي بودي ولا يومور تطلع لايه؟ لنفس الانتيجين. يعني لو الانتيجين ده اسمه احمد يبقى الانتي بودي دي لازم تبقى انتي احمد، ما تبقاش انتي ابراهيم، ما تبقاش انتي اسماعيل، ما تبقاش انتي ليلى. تمام؟ يبقى اذا الاميون ريسبونس لازم يكون سبيسيفيك للانتيجين، لازم يكون سبيسيفيك للانتيجين. كذلك السيل، السيل دي لازم تبقى موجهه ضد احمد، مش توجهها ضد ابراهيم وليلى وسامية وعادية، ما تنفعش. يبقى ده اللي هو اللي اسمه انتيجين. انما في كلمة تانية لازم نعرفها اسمها هابتن. ايه الهابتن ده؟ مادة غريبة برضو، غريبة دخلت جوه جسم بس هي لو موليكولار ويت، يبقى مفيش اميون ريسبونس، مفيش اميون ريسبونس. يبقى الهابتن عباره عن سبستانس which when injected into the body it will not stimulate immune response. شوف الكلمه اللي بعديها by itself، بنفسه، ولكن لو اتحد مع بروتين في الجسم فبقى لارج موليكولار ويت. البروتين ده رفع الموليكولار ويت بتاعته، تبص تلاقي الجسم عمل اميون ريسبونس. يبقى الهابتن لوحده ما يعملش، ولكن لو اتعد مع بروتين في الجسم زي القلب ومن زي يقوم يعمل. مثل بتاعنا الواضح البنسلين، البنسلين ده ما هوش انتي، بنسلين اللي بناخده ده، ولكن في بعض الناس يروح يتحل مع القلب ومن بتاع البني ادم، يبقى كبر ولا لا؟ يبقى كبر، يبقى الجسم يعمل انتي بودي ضده ويعمل لي حساسيه شديده جدا، هنبقى ناخدها في الوقت المناسب. طيب الاميون ريسبونس اللي طلعت دي طلعت ضد الهابتن ولا طلعت مع ضد البروتين ولا طلعت ضد الاثنين مع بعض؟ لا دي طلعت ضد الاثنين مع بعض، لان الاثنين مع بعض بقى اسمهم انتيجين، لكن هو لوحده بنسميه هابتن. يبقى اميون ريسبونس اجينست المولكيول كله اللي هو الهابتن بروتين كومبلكس، الهابتن اللي هو لو موليكولار ويت بالبروتين ام عمل كومبلكس لارج موليكولار ويت. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب لما نيجي نشوف الانتيجين ده اتعمل له انتي بودي يمسك فيه ازاي ولا السيلز، لو اعتبرنا ان الانتيجين هرم مصمت الجدع فيه كل يطلعه يطلع ازاي؟ كل ما تطلع تزحلق، جبل كده مصمت عالي قوي كل ما تطلع تتزحلق. فبتشوف الناس اللي بتسلقوا الجبال بيضربوا مسامير هنا عشان يمسكوا فيها ويطلعوا. الانتيجين كده، الانتيجين ليه مسامير كده؟
اسمها انتيجينيك ديترمينانت. انتيجينيك ديترمينانت، هتلاقوا الانتيجين وعامل كده، يقوم الايه الانتي بودي تمسك هنا او السيلز تمسك هنا. ما احنا قلنا في سيل ميدييتد وفي هيومور، تمسك في دي، من غير دي مش هتمسك. تمام؟ دي بنسميها الانتيجينيك ايبيتوبس، ايبيتوبس او انتيجينيك ديترمينانت. ايبيتوبس حاجات بارزه كده، بارزه كده، يروح الانتي بودي ماسك فيها. تمام؟ ودي بقى بتفكركم حاجه، ان الايبيتوبس دي بتاعت احمد لازم يطلع لها انتي بودي زيها، انتي احمد. بتاع ابراهيم يبقى لازم يتعمل لها انتي بودي ضد الايبيتوب بتاعت ابراهيم. يبقى فهمتوا ازاي الاميون ريسبونس بتبقى سبيسيفيك، فيري سبيسيفيك. طيب في كلمه كده هنقولها من دلوقتي عشان ما تبقاش عقده في رقبتكم، لو حاجه دخلت جوه جسمي انتيجين مثلا والجسم ما ردش ولا صد، ما هياش هبتل. ده نسمي العمليه ايه دي؟ توليرانس. يبقى توليرانس عدم الاستجابه المناعيه لاسباب كتيره هناخدها بعدين. توليرانس ذا inability اوف ذا بودي تو كوز اميون ريسبونس لاسباب كتيره بقى هنبقى نقولها بعدين. التوليرانس تمام؟ ممكن يبقى توليرانس نتيجه الولاده، لما اتولدت الجسم نبه على الاميون سيستم بتاعي اوعى تعمل بروتين، اوعى تعمل اميون ريسبونس ضد هذا الجسم والا هتخلص على جسم البني ادم، فده يبقى اسمه توليرانس. يبقى ليه الجسم ما بيعملش اميون ريسبونس ضد نفسه؟ ليه الجسم ما بيهاجمش نفسه؟ لان عنده تعليمات بانه ما يردش على البروتين بتاعه، وده نسميه توليرانس. طيب عاوزين نعرف بقى السيلز اوف ذا اميون سيستم، ايه الخلايا بتاع الاميون سيستم؟ تعالوا ندرس مع بعض الهيماتولوجي، علم الدم. ادي عظمه اهي، اي عظمه لها بون مارو يبقى ده اسمه البون مارو، النخاع بتاع العظمه. النخاع بتاع العظمه بيطلع خليه اسمها ستيم سيل، ده وظيفته ستيم سيل. هذه الستيم سيل ليس لها وظيفه معينه او شكل معين او 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 ما لهاش موقف في الاعراب غير اهم حاجه ايه هي الستيم سيل دي. بعد ما تخرج تتحول الى ثلاث انواع من الخلايا. اول نوع الار بي سيز، خلايا الدم. يبقى خلايا الدم جايه منين؟ من البون مارو، واصلها ايه؟ ستيم سيل. طيب ايه كمان؟ البليتلتس. البليتلتس يعني صفائح الدمويه، بنسميها ميجا كاريو سايت. ميجا كاريو سايت، سايت يعني خليه، سايتس يعني خليه. يبقى ار بي سيز اتكونت، بليتلتس اتكونت، دول كلهم ما يهمنيش في الاميون سيلز قوي. مين اللي يهمني؟ الوايت بي سيز، كرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء ده ايه؟ في منها نوعين، نوع جرانيولر يعني في جرانيولز في السيتوبلازم بتاعها، ونوع نون جرانيولر. نون جرانيولر وفي ما فيش. الجرانيولر دي ثلاث انواع، ده النيوكليس بتاعتها كده سيجمنتد، ها؟ يا اما الجرانيولز دي حمراء اسميها ايزينوفيلز، يا اما الجرانيولز دي زرقاء يبقى دي بنسميها بيزوفيلز، يا اما الجرانيولز دي ليس لها لون يعني ما هياش لا زرقاء ولا حمراء دي نسميها نيوتروفيل.
لا. يبقى في ايزينوفيل بيزوفيل اند نيوتروفيل. ايزينوفيل الجرانيولز بتاعتها حمراء، البيزوفيل زرقاء، النيوتروفيل نيوترال يعني لا حمراء ولا زرقاء، ودول بيشتغلوا في الاميون ريسبونس زي ايه الكومبارس في المسرحيات وفي الرقص، يعني حاجات تيجي في الاخر تنهي الموضوع. طيب النون جرانيولار دي بقى عليها 900,000 نجمه. لما احط نجمه كده يبقى ده حاجه مهمه. في الليمفوسايتس وفي المونوسايتس، الاثنين لهم نيوكلياس واحده، نيوكلياس عامله كده يعني ما هياش النيوكلياس يعني زي كدني شيب بتاع يعني واحدة مش مقطعة كده. تمام. أهم واحدة فيهم بقى دي المناعة كلها، هي دي، اوعوا تنسوا الليمفوسايتس. عشان كده لما بنشوف المناعة بتاعتك كويسة ولا لا نشوف عدد الليمفوسايتس. طبعا كلكم سمعتوا عن الكورونا فيروس بيروح يعملوا صورة دم عشان يشوف الليمفوسايتس قليلة ولا كتير، هي دي المناعة بقى. يبقى اذا المناعه بتاعتنا هي ديو تو ليمفوسايتس. يلا يا حلوين لو انتوا سامعين، يبقى الليمفوسايتس دي طالعه منين؟ من الستيم سيل اوف ذا بون مار، الستيم سيل اوف ذا بون مار. الليمفوسايتس دي اول ما بتطلع بتروح على طول على حتتين، يا تروح على غدة اسمها الثايمس يا ترجع تاني البون مارو. يبقى اذا الليمفوسايتس هتروح فين؟ هتروح على الثايمس او هتروح للبون مارو. الثايمس دي عبارة عن غدة، هنا شايفين بقى مش الغدة الدرقية الثايرويد، لا دي حاجة زي الستارة هنا محطوطة فوق الغدة الدرقية، ستارة. تمام. طيب لو راحت للثايمس، انا هديكم تملي مثل ان الليمفوسايتس دول طلبه في الثانويه العامه، شويه دخلوا كليه الطب هيطلع ايه؟ طبيب. خد كلمه طب طه بتاعته حطها. طب كليه الطب اسمها ثايمس، يبقى الحرف الاولاني بتاعها ايه؟ تي، يبقى ده تي سيل. يبقى الليمفوسايت بتروح للثايمس تاخد الحرف الاولاني يبقى اسمها تي ليمفوسايت. ناس دخلوا الصيدله، الصيدله دي هيطلع صيدلي. تمام. الصيدله عندنا هنا البون مارو، يبقى تبتدي بحرف مين؟ البي، يبقى بي سيلز. يبقى انا عندي نوعين من الخلايا الليمفوسايت، تي ليمفوسايت وبي ليمفوسايت. ايه الفرق بينهم؟ الليمفوسايت لما طلعت راحت رايحه على الثايمس، والثايمس اتخرجت منها بقت اسمها تي. شويه ليمفوسايت ثانيه راحوا للبون مارو اتعلموا على ايديها يبقى سميناها بي، يبقى ده تي ليمفوسايت وده بي ليمفوسايت. هو اكتشفنا الحقيقه البي ليمفوسايت في غده بيرسا بتاع الطيور، انما دي مش مشكلتكم بقى، مشكلتكم ان البي سيل خارجه من البون مارو، يعني طلعت من الستيم سيل وراحت على الثايمس بقت تي، طلعت من الستيم سيل وراحت للبون مارو بقت بي. طب التي دي الطبيب ده بيطلع ايه؟ بيطلع كتير قوي، بيطلع بتاع اندو، بيطلع بتاع نساء ولاده، بيطلع يعني بيتخصص. فالخليه دي بتتخصص الى تي مساعده، تي هيلبر، الى تي تكسر اي خلايا مش عارفاها، يبقى تي دي اسمها سايتو، قلنا سايتو يعني خليه، سايتو توكسيك، يبقى هتسمم الخلايا الغريبه، مش الخلايا بتاعت جسمك، الخلايا الغريبه. يبقى اول نوع من التي تي هيلبر، مساعده، تساعد، تي سايتو توكسيك، تكسر. بعد ما كسرت يا حبيبي وبعد ما ساعدت توقف العمليه بيها، يبقى اسمها تي ريجولار، ريجوليت يعني، تي ريجوليت يعني تي ار. نختصر بقى، يبقى اذا التي ليمفوسايتس ثلاث انواع،
تي هيلبر، تي سايتوتوكسيك، اند تي ريج. ريج يعني ريجولار. التي هيلبر نوعين، نوع اسمه تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2، كل واحدة لها وظيفة في الاميون سيستم. شفت الاميون سيستم الخلايا بتاعته ايه؟ طب البي لينفوسايتس ليها دور؟ ليها دور طبعا، هنشوفه حالا دلوقتي. لما يحصل اميون ريسبونس تتحول الى بلازما سيل، والبلازما سيل تطلع الانتي بوديز. يبقى الهيمورال او الانتي بودي اميون ريسبونس ملي عن طريق البي لينفوسايتس، انما البي لينفوسايتس ما بتطلعش انتي بودي، خلي بالك ده بتتحول لبلازما سيل، والبلازما سيل تطلع الانتي بوديز. ده مفهوم الكلام ده ولا غير مفهوم؟ توكلنا على الله. هنقول بقى ازاي بيحصل الهيومورال والسيل ميديتد اميون ريسبونس، بيحصلوا ازاي؟ ادي الاستاذ اللي قلت لكم ده مهم قوي، اللي هو الايه؟ الانج. الانج ده اسمه احمد، يبقى لازم الاميون ريسبونس انتي احمد. الانتيجين ده اول ما يخش جوه الجسم بتاخده خليه مهمه جدا، ادي الخليه اهي، وادي النيوكليوس بتاعتها اهي. الخليه دي هي اللي هتقدم الانتيجين للاميون سيستم، يبقى اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. بريزنتنج يعني هتقدمه، انتيجين بريزنتنج سيل. اول ما بتاخد الانتيجين اللي هو اسمه احمد ده، يخش جوه، تروح مكسراه الى الف ح م د الى الانتيجينيك ابيتوبس بتاعته، الى الحتت الانتيجينيه، تكسروا الى فيري ماينيوت بروتينز. خلاص كسرته كده، فهموا ده بقى، عشان ده مهم جدا جدا جدا. الخليه دي فيها جهاز مخابرات، جهاز المخابرات ده اسمه ميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. ميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، يبص كده الف ح م د، احمد ما عرفوش، ما عندوش اي دي ليه، ما يعرفش ده خالص، ما يعرفش احمد، لانه قلنا فورين وبروتين. يروح لمه وطالع لمه وطالع بيه بره، واخده في حضنه كده اهو، تعالى يا اخوي، يروح لم مع عم احمد وجايبه هنا. يبقى أول خطوة الأنجين يخش، ها، تكسره إلى very small proteins، أمينو أسيدز وبروتينز، يتعرف عليه الميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، يروح واخده. إذا كان غريب، إذا مش غريب خلاص انتهى، مفيش أي ريسبونس، انتهت العملية. لكن هو غريب دلوقتي، احنا قلنا أنجين، يروح واخده وطالع بيه بره هنا، ويروح راقع بالصوت. اي حد يرقع بالصوت يبقى عاوز حد يساعده، يساعده. ده مين بقى؟ ده التي هيلبر المساعده، تروح ماسكاه بايديها، ماسكه الانتيجين مع الميجور هيستو كومباتيبلتي.
واخدهم بايديها كده. ايديها دي اسمها ايه؟ اسمها تي اهي سيل ريسبتورز تي سي ار اهي اللي هي كابتل عشان تعرفوه تي سي ار تي سيل ريسبتور. يبقى ده راجل تي سيل ريسبتور يروح ماسك فيها. اول ما يمسك فيها يقول لك الله ده الانتجين احمد ده دمه خفيف انا عاوز ارتبط بيه. ارتباط يعني زواج. الزواج عاوز حاجتين مهر وده ماده اسمها انترلوكين 1 ده المهر ماده اسمها اي ال 1 محدش يقول لي في الامتحان اي ال 1 في شبهه يعني هو مش عارف ان ده اسمه انترلوكين. تروح واخد المهر. المهر الواحد ما ينفعش لازم اتنين شهود. ادي الشاهد الاول الاستاذ بي 7 بروتين ريسبتور. الشاهد الثاني الاستاذ سي دي 28 ريسبتور. ها يا اخواني موافقين؟ موافقين ونمضي. يبقى دلوقتي تم الزواج كده. التي هيلبر بقت اكتيفيتد بايه؟ بالانترلوكين 1 واليونيون بتوين بي 7 ريسبتور اللي على الانتيجين بريزنتنج سيل والسي دي 28 اللي موجوده على التي هيلبر. تروح التي هيلبر رقعه زغروطه زغاريط كتير قوي بقى. الزغاريط دول اسمهم انتر لوكن 4 انتر لوكن 4 تمام. الانتر لوكن 4 ده يروح رايح للبي لمفوسايت اللي عارفين احنا قلنا في تي وبي. البي لمفوسايت روح مخلفها لي عيال كتير قوي. العيال دول اسمهم بلازما سيلز. البلازما سيلز دي تفضل تعيط طول الليل بقى عيال تعيط وتطلع الدموع اللي هي الانتي بودي. الانتي بودي تروح للعم انتجين وتخلصنا منه. يبقى دي الايه؟ هيومورال اميون ريسبونس. مفهوم؟ طيب دلوقتي التي ده ايه هيلبر دي مسكت هنا بانترلوكن وبريسبتورز برضه. هنا في ريسبتور. ايه هو الريسبتور؟ في ريسبتور هنا برضو على التي هيلبر. هذا الريسبتور اسمه سي دي 40 اللي بيربط ليجن. ليجن يعني حبل او ربط. ربط. وله ريسبتور اخوه اسمه سي دي 40. يبقى 40 مسك في 40 ال يبقى تم المراد من رب العباد وتبتدي تخلف لنا العيال دول ويطلعوا انتي بوديز. مفهوم؟ العمليه كده سهله عشان هنغوط بقى. الانتيجين لما يخش ياخدوا الميجور هيستو كومبتابيلتي. الميجور هيستو كومبتابيلتي ده الميجور هيستو كومبتابيلتي نوعين تايب 1 تايب 2 وفي تايب 3. ثلاث نوع بس 3 ده اختفى شويه دلوقتي عندنا لما نقوله بعدين. تايب 1 و 2 خلاص. اني ميجور هيستو كومبتابيلتي اللي بيمسك في احمد ده بقى اللي انا بشرحه ده عشان عمل كده ده تايب 2. يبقى لازم التي هيلبر تبقى 2 تمام. 2 مع 2 على طول. يبقى دلوقتي الانجين لما يخش تاخدوا الانجين بريزنتنج سيل. اشمعنى يعني ما خدتوش التي هيلبر 1 ليه التي هيلبر 2؟ لان الانتيجين هنا اكسترنسك. اكسترنسك يعني من الخارج. حاجه جايه من الخارج. بكتيريا دخلت جسمي يبقى دي من الخارج. فيروس دخل جسمي يبقى ده من الخارج. فنجس دخل جسمي يبقى ده من الخارج. جاسوس جاء من اسرائيل ودخل يبقى ده من الخارج. يبقى ده لازم يتضرب على نافوخه بانتي بوديز تمام. عشان يتضرب هنا المخابرات دي نمره 2 اللي هو ميجور هيستو كومبتابيلتي كلاس 2. يجي له تي هيلبر كلاس 2 برضه تي هيلبر 2 تمام. يبقى احنا عرفنا حاجتين دلوقتي. الاكسترنسك انتيجين بياخد الميجور هيستو كومبتابيلتي كلاس 2 ويسلمه للتي هيلبر 2. تقوم تعمل ستيميوليشن للبي لمفوسايتس تطلع بلازما سيلز تخرج الانتي بوديز.
ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب لو كان الانتيجين ده مننا فينا بقى، يعني ايه مننا فينا؟ يعني واحد انحرف، واحد بقى ارهابي، لكن ايه الاي دي بتاعته مصري الجنسيه مش عارف ايه، لكن ده بقى اخطر نوع من انواع الارهاب، ان هو واحد في وسطنا قاعد، تمام؟ يبقى ده اسمه انترنسك. يقوم يخش برضه الانجي بريزنتنج سيل، برضه الانجي بريزنتنج سيل فيها الميجور هيستو كومباتيبلتي كلاس 1، يبقى فيها كلاس 1 وكلاس 2، انما بدل انترنسك يبقى هو كلاس 1. انترنسك زي ايه؟ زي الفيروس لما بيخش جسمكم بيروح داخل جوه الخليه، طول ما هو بره الخليه باكسترنسك، لكن لما يخش جوه الخليه بانترنسك. مرض السل تي بي، التي بي بيخش في الماكروفاج ويقعد بقى يأنسها جوه، ما يطلعش في الدم تاني، لكن طول ما هو في الدم ممكن نتعامل معاه، بس هو اول ما يخش بيخش في الماكروفاج، يبقى ده انترنسك. لما اجي ازرع كده من واحد للتاني انترنسك، بقت انترنسك خلاص من الجسم. اذا في الانترنسك الانجين بيخش ويتكسر وياخدوا ميجور هيستو كومباتيبلتي، بس كلاس ايه؟ كلاس ايه؟ 1. يبقى في 2 وفي 1، 2 لما يكون اكسترنسك ويروح للتي هيلبر 2. طب 1 1 ده بقى ما ينفعش تي هيلبر 2، ينفع تي هيلبر 1. طب وتي هيلبر 1 دي بقى تعمل ايه؟ تطلع حاجه اسمها جاما انترفيرون، ماده زي الانترلوكين كده، جاما انترفيرون، تروح لمين؟ للتي سايتوتوكسيك اللي هي هتسمم الخليه اللي دخل فيها، يعني تكسر المعبد على شمشون اللي جواها، تكسر الخليه فيها التي بي، تكسر الخليه اللي فيها الفيروس، تكسر الخليه المزروعه من الاعضاء، يبقى تي سايتوتوكسيك. التي سايتوتوكسيك تتكاثر او تتزايد وتبقى سنسيتايز تي سايتوتوكسيك او تي سايتوتوكسيك كيلر، اختاروا اي اسم، يا تي سايتوتوكسيك كيلر يا سنسيتايزنج. سنسيتايزنج يعني عندها عقده وكره لهذا النوع من الانتج، ويبقى دي سيل ميديتد اميونيتي. يبقى اذا الهيومورال اميون اميونيتي اكسترنسك ميجور هيستو كومباتيبلتي 2 تي هيلبر 2 تطلع انترلوكين 4 على البي لينفوسايتس تبقى بلازما سيل تطلع الانتي بودي، وكله ماشي بسايتوكاينز، ماشي بانترلوكين 1 وانترلوكين 2. انترلوكين 1 انترلوكين 2 3 4 عندنا كتير قوي، دول اسمهم سايتو يعني خليه، كاينز يعني محركات الخلايا، يعني تخلي الخلايا تتحول الى حاجه، تتحول الى حاجه، تمام؟ يبقى دي سايتوكاينز، زي ما بقول انترلوكين 1 ده سايتوكاينز، انترلوكين 2 ده سايتوكاينز، انترلوكين 4 سايتوكاينز، وهكذا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ واضح؟ طيب دلوقتي الاستاذ احمد دخل وقبضنا عليه ولقيناه يهودي، ها يبقى ده اكسترنسك، يبقى الانتي بودي، يبقى البي لينفوسايت بتتحول الى بلازما سيلز تطلع الانتي بودي، والى بلازما سيلز ما تطلعش حاجه خالص، فبنسميها ميموري سيلز. ميموري يعني تفضل فاكره الانتيجين ده مدى الحياه، الانتيجين ده مدى الحياه. لما واحد نقفشه ويطلع مثلا من بلد معادية لنا هي اللي علمته الكلام ده أو راح اتدرب فيها وجه، ما ننساهوش برضه، لأن لما تحول التي سايتو توكسيك إلى كيلر بتحول برضه التي سايتو توكسيك مش كيلر ولكنها ميموري، تفضل متذكراه بحيث إنه لو شافته مرة تانية مفيش داعي للف والدوران ده كله، تتعامل معاه دايركت، تتعامل معاه دايركت. الإيمونولوجي جميل يا أولاد. طيب اخر حاجه هنقولها النهارده، ايه هو الميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس اللي انا عمال اقول عليه 1 و2 وفي 3 هنقوله بعدين؟ ده عباره عن حته من الكروموزوم، كروموزوم نمبر 6، كروموزوم نمبر 6
قعدوا يلعبوا فيه العلماء، وللاسف العلماء اليهود يعني، فلقوا الحته اللي بتسيطر على الاميون سيستم كله اللي هي جوه الانشن بريزنتنج سيل دهيت، لقوا وعرفوا ان ده الميجور هيستو كومباتيبلتي. قعدوا يدرسوه تاني لقوه مكون من 3 قطع، كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3، مكون من كده كلاس 1 2 3. كلاس 1 مكون من 3 حتت A و B و C، كلاس 2 الاخر 3 حتت تمام A B C، في بعديها ايه D D R D Q D P، خلي Q كده عشان تبقى واضحة، D R D Q D P. 3 ده سيبوه شوية لما نخش في العويد. يبقى كلاس 1 A B C، كلاس 2 D R D Q D P. لو دخل لي واحد اكسترنسك يبقى هيروح الناحية دي، ده اللي هيتعامل معاه اللي هو كلاس D R D Q D P. لو دخل واحد انترنسك يبقى اللي هيتعامل معاه كلاس 1 اللي هو A و B و C. يبقى ده اهم حاجه انك تعرفوا ان الميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس ده عباره عن حته من الجين رقم 6 بيتحكم في المناعه كلها، مكون من كلاس 1 و 2 و 3. كلاس 1 منوط او المسؤول عن الانترنسك، الناس الارهابيين اللي منا فينا والعياذ بالله. كلاس 2 للناس اللي جايين بره ويتمسكوا معهمش بطاقه مصريه يتقبض عليهم، بكتيريا فيروس فانجس كده اهو. امال كلاس 1 ده ايه؟ ترانسبلانتد اورجان، تي بي او فيروس دخل جوه الخلايا.